هتكلم إن شاء الله النهاردة على الدرس التاني عندكم في الفراغية، تمام؟ الهرم، يعني إيه هرم يا شباب؟ الهرم دوت مجسم، يبقى الهرم هو إيه تعريفه؟ مجسم، وإحنا خدنا الحصة اللي فاتت أقل عدد من مستويات ينفع إن هي تكون مجسم، كان هو إيه تعريفه؟ تعريف إيه؟ إيه مين هو المجسم اللي أقدر أكونه بأقل عدد من المستويات؟ كان هو إيه؟ كان الهرم، هرم والهرم كان اللي كان أقل عدد المستويات اللي أقدر أكون مجسم، كان الهرم الثلاثي. وعرفنا إن الهرم بيسمى على حسب قاعدته، على حسب قاعدته، يعني الهرم دوت ده القاعدة بتاعته، تمام يا مستر؟ الدوت الهرم ده نوعه إيه؟ أو هرم اسمه هرم إيه؟ هرم ثلاثي، يا مستر هرم ثلاثي إزاي؟ القاعدة بتاعته نتخيل بقى، دي القاعدة اللي بالأسود، القاعدة اللي عليها الهرم. ده المثلث دوت وجه من اوجه الوجه الاول، ودوت الوجه الثاني، ودوت اللي ورا اللي هو ده، ادي مثلا ا ب ج د، تمام؟ ا ب ج ده الوجه الاول، ا ج ده الوجه الثاني في وش، الوجه اللي من ورا اللي هو ا ب ايه؟ ا ب د. يبقى يا مستر الهرم هو مجسم، مجسم ليه ايه؟ ليه قاعده واحده وليه عدد من اوجه، تمام؟ لو القاعده كانت عباره عن مثلث يعني القاعدة ثلاثية يبقى اسمه هرم ايه؟ هرم ثلاثي. طب لو القاعدة رباعية مثلا، أي شكل رباعي كده، يبقى هرم ايه؟ رباعي. يبقى هرم رباعي، تمام؟ دي اسمها ايه يا شباب دي؟ الأضلاع دي اللي أنا برسمها دي، دي أول حاجة ألف، ده رأس الهرم، ألف ده رأس الهرم، دوت اسمه ايه دوت؟ اسمه طول الحرف الجانبي، ده اسمه ايه ده؟ ضلع القاعدة. يبقى هنا دي ألف دي اسمها ايه؟ رأس الهرم، يبقى ألف دي رأس الهرم، ألف دي اسمها ايه؟ رأس الهرم، الهرم دوت نوعه ايه يا شباب؟ رباعي هرم رباعي رباعي. الهرم دوت هرم ثلاثي، فين رأس الهرم هنا وهنا؟ ألف تمام، ألف باء دوت اسمه إيه؟ وألف جيم وألف دال وألف هاء؟ طول الحرف حرف جانبي، الحرف الجانبي، يبقى ألف باء ده حرف جانبي، ألف جيم ده حرف جانبي، ألف دال ده حرف جانبي، طب باء جيم وجيم دال ودال هاء وباء هاء دي اسمها إيه؟ طول القاعدة اسمه طول القاعدة القاعدة، قاعدة الهرم، أوكي، طول ضلع القاعدة، طول ضلع القاعدة، أوكي يا شباب، تمام. قال لي يا مستر كل هرم ليه ارتفاع، يا مستر كل هرم ليه ارتفاع، إحنا هندرس نوعين من الأهرام، عندنا هرم القائم، وعندنا الهرم المنتظم. هو دول اللي احنا ندرسهم، الهرم القائم والهرم ايه؟ والهرم المنتظم. قال لي ايه تعريف الهرم القائم؟ قبل ما ندخل على تعريف الهرم القائم، ده اسمه ايه ده يا شباب؟ ده اسمه مستطيل. عايز اجيب مركز المستطيل، مركز المستطيل او مركز اي شكل هندسي، تمام؟ هو نقطة تقاطع أقطاره. طيب يبقى مركز المستطيل هو نقطة تقاطع إيه؟ أقطاره، أي شكل رباعي سواء متوازي سواء مستطيل سواء مربع، يبقى المركز بتاعه اللي هو إيه؟ نقطة تلاقي أقطار، نقطة تلاقي أقطار، يبقى ده اسمه إيه يا مستر؟ اسمه مركز المستطيل أو مركز المعين او مركز المربع او مركز المتوازي على حسب ما يكون. طب لو انا عندي مثلث، ايه هو مركز المثلث بقى؟ قال لي مركز المثلث هو نقطة تلاقي متوسطاته. نقطة تلاقي يا مستر متوسطاته، يعني مثلا يعني ايه متوسط؟ بقى ده متوسط، يعني ايه متوسط؟ يعني القطعة المستقيمة خارجة من الرأس إلى منتصف الضلع اللي قصادها. نعم،
ألف هي ده متوسط، يعني قطعة مستقيمة خارجة من الرأس المنتصف الضلع اللي قصادها. طب المتوسط يا مستر بيتقسم، نقطة تلاقي المتوسطات دي بتقسم المتوسط بنسبة 1 إلى 2 من ناحية القاعدة، دي القاعدة ودي الرأس اللي طلع منها متوسط. متوسط أهو عبارة عن في قاعدة وفي رأس، ناحية القاعدة دي 1، ناحية الرأس 2، هنا أهو. فين ناحية القاعدة وفين ناحية الرأس بالنسبة لألف هاء متوسط؟ ميم هاء واحد وميم ألف اتنين. لأن دي القاعدة وألف اللي هي الرأس، طالع من الرأس أهو، ودي القاعدة نازل على القاعدة. تمام؟ يعني لو إداني ألف هاء ب 15 أعرف أجيب ميم هاء وأعرف أجيب ميم ألف؟ قال لي آه يا مستر تعرف تجيبهم؟ 15 على 2 15 إيه؟ على 2 على الاتنين دي هجيب بيها ايه دي؟ ألف ميم وميم هاء عشان بينصف. لا مش بينص، انا ما بقولش بينصفهم، انا بقول دي بنسبة 1 إلى 2، يعني مش يعني مش في النص، دي 1 و2، يعني واحدة ضعف التانية، يبقى مش في النص، يبقى 1 و2 كام؟ 1 زائد 2، ما ميم هاء كلها، ألف هاء سوري كلها دي عبارة عن 1 و2 3، تمام؟ يبقى اقسم على التلاتة، فقال لي دي يعتبر بالنسبة لي ميم هاء تولت ألف هاء، وميم ألف تولتين مستر ألف هاء. يبقى دلوقتي يا مستر لو اداني طول المتوسط كله، طول المتوسط كله، المتوسط بيتقسم نقطة تقاطع متوسطاته بتقسمه بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة، يعني مش في النص، ميم دي مش في النص، دي بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجزء دوت 1 والجزء دوت بكام؟ والجزء ده ب2. الجزء ده 1 والجزء دوت ب2 ناحية القاعدة ده. 1 واللي طلع من الرأس ده 2. يعني لو اداني ب د دي مثلا، ب د بتساوي 21، أعمل إيه؟ هضرب باء دال في تلت عشان اجيب ميم دال، وبعدين اضربها في 2 على 3 عشان اجيب باء ميم. تمام، يبقى انا عشان اجيب ميم دال الصغيره بضربها في تلت، تلت في 21. عايز الحته التانيه دي اللي هي ميم باء، يبقى تلتين يا مستر، تلتين في 21، طبعا تلت في 21 اللي هي 7، والتانيه تلتين في 21 اللي هي 14، لازم تكون واحده ضعف التانيه، واحده ضعف التانيه. يبقى يا مستر دلوقتي انا عرفت حاجه اسمها مركز الاشكال الهندسيه، لو شكل رباعي المركز هو تلاقي نقطة تلاقي أقطاره. طيب يا مستر لو شكل، لو مثلث نقطة تلاقي متوسطاته، ومتوسط المثلث نقطة تلاقي المتوسطات بتقسم جيم ألف باء أهو، أو ألف باء جيم أهو، أنا عندي متوسط أهو، المتوسط دوت اسمه جيم دال، نقطة ميم دي هي نقطة تلاقي المتوسطات، بتقسم المتوسط بنسبة 1 إلى 2، فلو قال لي ميم دال ب5 سنتي، ميم دال دي الحته ب5 دي ضعفها ودي 10، لو قال لي ميم جيم 20 سم يبقى ميم دال دي نصها، دي ب20 دي نصها، الحته الصغيره دي نصها 10، لو قال لي جيم دال كلها ب30 سم اداني طول المتوسط كله، اجيب الحته الصغيره اللي ناحيه القاعده بيساوي تلت في ال30، لو عايز الحته الكبيره ميم جيم بيساوي تلتين في ال30، دي 20 سم، واضح الكلام ده؟ الكلام ده هنحتاجه كتير جدا واحنا بنحل المسائل. تمام. معنى كلمة مضلع منتظم، يعني مضلع منتظم؟ يعني أضلاع متساوية وزوايا متساوية، دي معنى كلمة مضلع إيه؟ مضلع منتظم، يعني أضلاعه متساوية وزواياه متساوية. إيه هو المضلع اللي بيتكون من 3 أضلاع منتظمة؟ المثلث متساوي الأضلاع. المثلث متساوي الأضلاع، أضلاعه كلها منها متساوية وزواياه كلها منها ب60 درجة، يبقى يبقى الشكل الثلاثي، الشكل الثلاثي المنتظم هو المثلث متساوي الاضلاع. طب متساوي الساقين يا مستر، دول ضلعين بس بيساوي بعض،
طب مختلف الاضلاع ده ولا ضلع بيساوي بعض يا مستر؟ انت قلت لي لازم اضلاع وزوايا تكون متساويه، اضلاع كلها وزوايا كلها. ايه هو الشكل الرباعي اللي بيكون منتظم؟ المربع. المربع فقط، المربع فقط. طب يا مستر ليه ما حدش يقول المستطيل؟ كل ضلعين بيساووا بعض، مش كلهم بيساووا بعض. ايوه الاضلاع مش بتساوي بعض يا مستر، الاضلاع كلها مش بتساوي بعض. اه زوايا بتساوي بعض بس اضلاع مش بتساوي بعض، فقط الشكل الوحيد الرباعي المنتظم هو المربع. يبقى انا عندي المربع هو المنتظم والمثلث متساوي الاضلاع هو المنتظم. طب ندخل نخش جوه المثلث متساوي الاضلاع ونشوف ايه الحاجات اللي هنشتغل بيها في المسائل، ونخش جوه المربع ونشوف ايه اللي هيفيدني في المسائل. لو انا عندي مثلث متساوي الاضلاع كده تمام، يعني ايه مثلث متساوي الاضلاع؟ يعني اضلاع كلها متساويه. لو جيت رسمت من هنا يا شباب مثلا مثلث، خلينا عادي اللي احنا خدناه واحنا صغيرين، اوكي راح ندخل في الاشكال اللي هي ايه، ا س ص عين، ده مثلث متساوي الاضلاع، انا اضلاعه كلها متساويه. لو جيت رسمت هنا من السين كده عمل لي دوت س ه ده متوسط، هيعمل ايه س ه متوسطه؟ هينصف ص عين، وهينصف الزاوية اللي عند السين. تمام، ما هو متوسط يعني نصف ص عين، حلو قوي، نصف الزاويه دي، حلو قوي. ويكون حاجه ثالثه ايه هو؟ يساوي النص يقسم المثلث لمثلثين متساويين. بيكون عمود على القاعدة، القطعة المستقيمة الواصلة من مستر، من رأس، من الرأس في مثلث متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع، تمام؟ ورسمت منها متوسط، المتوسط ده بيعمل حاجتين، بيكون عمود على القاعدة وبينصف زاوية الرأس، بيكون عمود على القاعدة وبينصف زاوية الرأس، أوكي؟ تمام، تمام يا مستر، ليه عمود يا مستر طيب؟ ليه عمود؟ يا حبيبي ما احنا قلنا بينصف الزاوية دي، يعني دي 30 ودي 30 والزاوية 60، يبقى كده الزاوية التالتة اللي ناقصة كام؟ 90، تمام؟ القطعة المستقيمة الخارجة من منتصف الطريق، القطعة المتوسط اللي مرسوم من الراس في مثلث متساوي والأضلاع بيكون عمود على القاعدة وبينصف الراس، المتوسط أهو، المتوسط ده اللي مرسوم من الراس في مثلث متساوي الأضلاع بيعمل حاجتين، متوسط ده متوسط، يعني إيه متوسط؟ يعني نازل لمنتصف الضلع الأقصاني، بيعمل حاجتين، بيكون عمود على القاعدة نازل عليه وبينصف زاوية الرأس. أوكي؟ تمام؟ تمام. تمام، طب في شوية حاجات عايزين نعرفها؟ أه، لو الطول طلع دوت يا شباب مثلا 6 سم مثلا، يبقى الضلع دوت بكام؟ ستة زي اللي تحت بستة. برضه، ستة طب ده 6 اتقسم لإيه؟ ثلاثة وثلاثة. اتقسم ل 3 و3، وده انا ينفع اجيبه على طول لان ده مثلث 30 60، فان الضلع المقابل للزاويه 30 بيساوي نص طول ايه؟ نص طول الوقت. الضلع المقابل للزاويه 30 نص طول الوقت، اوكي؟ اعرف اجيب ده على طول س ه؟ قال لي اه س ه اعرف اجيب. الضلع المقابل للزاويه 60 بيساوي جذر 3 على 2 من الوتر، جذر 3 على 2. يا شباب ادي معلومه مهمه لازم تعرفوها، مش هفضل اشرب في الفسفورس والكلام ده، في حاجات بتيجي على طول. اه يا مستر، طب لو الفسفورس صح يا حبيبي، بس احنا عايزين نختصر الخطوات عشان لما اجي احل انا احل بالطريقه دي، تمام؟ الضلع المقابل اه ممكن حد يقول لي يا مستر س ه اجيب فيثاغورس الجذر التربيعي الوتر تربيع ناقص الضلع ده تربيع، يبقى الجذر التربيعي 27 اللي هي عباره عن ايه؟ الجذر التربيعي 27 اللي هي عباره عن 3 جذر 3، صح كلامك مظبوط فوق دماغي. طب ما انا ممكن اجيب خطوه واحده ايه؟ ان في المثلث 30 60 الضلع المقابل للزاويه 60 بيساوي جذر 3 على 2 من الوتر، جذر 3 على 2 من الوتر، الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر، الضلع المقابل للزاويه 60 جذر 3 على 2 من الوتر، يعني جذر 3 على 2 في كام؟ في 6، اضرب جذر 3 على 2 في 6، الاثنين هتروح مع 6 فيها 3 يبقى يطلع 3 جذر 3، اوكي؟ دوت يا مستر اسمه ايه؟ اسمه متوسط. المتوسط يا مستر في نقطة هنا اسمها نقطة تلاقي المتوسطات، نقطة تلاقي متوسطات المثلث بتقسم المثلث بنسبة 1 إلى 2، فأنت قلت لي يا مستر لو عايز الحتة الصغيرة دي بتضرب يا مستر طول المتوسط كله بضربه في كام؟ لو عايز ميم ها تلت 1/3،
فتلت في 1/3 يطلع لي جذر 3، ودي ترفعها خالص يا مستر، دي ارفعها. لو دي 1 يا حبيبي دي 2، لو دي 5 دي 10، لو دي 7 ده 14، طب دي 1 جذر 3 ضعف ال1 دي 2، يبقى دي 2 جذر 3. ولو جمعت 1 جذر 3 و2 جذر 3 تلاقي 3 جذر 3. او يا مستر ميم سي بيساوي تلتين في طول المتوسط كله، التلاتة هتروح مع التلاتة يساوي 2 جذر 3. على فكرة كل الطرق متاحة تحل براحتك طالما انت نخش على مسائل براحتك. قول يا أرض. طيب مستر، ازاي عرفنا انها تولد؟ يا بنتي يعني النقطة دي، قسمناها من واحد. النقطة دي هي نقطة تلاقي المتوسطات، تمام؟ بتقسم المتوسط كله بنسبة كام؟ 1 إلى إيه؟ 2، أوكي؟ مظبوط؟ عندك مشكلة دي؟ لا تمام؟ لو الحتة دي 5، يبقى الحتة دي كام؟ 10. أيوه طبعًا 10، مش قدام مرتين، أوكي؟ يبقى المتوسط كله كام؟ 15. 15. الخمسة دي جت إزاي الخمسة دي؟ 15 في تلت. جت ازاي العشرة دي؟ 15 في تلتين. أو بطريقة تمام. تاني، بطريقة تاني، دي واحد ودي اتنين، يبقى كام جزء؟ واحد واتنين كام جزء؟ ثلاثة. تلاتة، ده جزء وده جزء ايه؟ تمام؟ فده يعتبر جزء من الثلاث أجزاء. ما المتوسط كله بثلاث أجزاء، وده جزء ايه من الثلاث أجزاء، تمام؟ يبقى يعتبر ميم ها ثلث المتوسط كله، ميم ألف ثلثين المتوسط كله. أوكي تمام. تمام. احنا عندنا سؤال تاني في المثلث، مش هتكلم تاني في المثلث متساوي الأضلاع، هو ده اللي أنا عاوزه، اللي عايزك تعرفه. حاجة تانية عايزك تعرفه. ده اسمه إيه ده يا شباب؟ مربع. المربع، مركز المربع هو إيه يا شباب قلنا؟ نقطة تقاطع أقطاره. تمام، وده اسمه هناخد بعد شويه، مش اسمه مركز المربع او مركز المثلث او مركز المستطيل، لا هيبقى اسمه المركز الهندسي. يبقى ايه هو؟ يبقى بعديه اسمه ايه يا مستر؟ اسمه المركز الهندسي. قال لي يا مستر دوت مربع، اوكي دوت مربع. لو مثلا انا عارف من خواص المربع ان الاقطار بتعمل ايه، الاقطار دي يا شباب ايه خواص المربع؟ بينصف كل منهما الآخر. نصف كل منهم الاخر، ده في اي شكل دي؟ دي سواء مربع، متوازي، مستطيل، معين، بينصف كل منهم الاخر. اه خلاص، تاني اهم خاصية عندي، اهم خاصية عندي بيعملوا ايه؟ بينصفها زاوية الرأس، بينصفها زاوية الرأس. يعني الزاوية دي كام وكام؟ الزاوية دي 45 ودي 45، دي 45 ودي 45. طب ليه بينصف زاوية الرأس يا شباب؟ ليه؟ ليه؟ عشان المثلث دوت نوع يا شباب؟ قائم قائم، وإيه تاني غير قائم؟ ضلعين متساوي دول ضلعين. مالهم؟ بيساوي ضلعين، يبقى متساوي الساقين. مثلث قائم متساوي الساقين، يبقى في زاويتين بيساووا بعض، الزاويتا القاعدة اللي مرسومين على القاعدة دول الساقين بيساووا بعض، تمام؟ يبقى الزاويتين دول بيساووا بعض، والزاويتين دول مجموعهم 90 درجة، لأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، عندي واحدة 90 يبقى الباقي من ال 180 90. ال 90 اتقسمت لكام زاوية؟ لزاويتين، يبقى كل زاوية بكام؟ ب 45، وهكذا هيتطبق في المثلث جاره. دي 90 خدت منها 45 يبقى دي 45، وهكذا. أو دوت مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية يبقى برضه دي 45 ودي 45. أوكي؟ هتفيدني في إيه المعلومة دي بقى؟ هتفيدني المعلومة دي في حاجة مهمة. قال لي يا مستر الضلع دوت ب 10، الضلع ده ب 10،
دوت اسمه ايه ده يا شباب؟ وتر. الوتر هو الضلع المقابل للزاويه 90. الوتر هو الضلع المقابل للزاويه 90 في المثلث ده. عايز اجيب الوتر، اجيبه ازاي يا مستر الوتر ده مثلا؟ الف جيم. هتيجي تقول لي يا مستر هتجيبه في طريقه سهله على طول. بيساوي ايه يا مستر؟ بيساوي طول الضلع في جذر 2. بيساوي ايه؟ طول الضلع في جذر 2. يبقى الوتر يا مستر او القطر، او القطر في المربع بيساوي طول الضلع في جذر. على طول كده. اه على طول يا حبيبي. حبيبي اي حاجه هندسيه المفروض انت خدتها قبل كده، مش مطلوب منك ان انت تثبتها، مطلوب منك ان انت تحطها في الرسمه بس. يبقى كل مطلوب منك انت تقول ان عارف جند ب 10 جذر 2 جت منين، مش بتاعته هو بقى. المهم انت تبقى عارف، المهم انت تعرف ان دي ب 10 جذر 2. طب جت منين يا مستر بفيثاغورس؟ اهو جذر تربيع 10 تربيع زائد 10 تربيع، يبقى جذر ال 200. جذر 200 حطها على الآلة يا حبيبي، حطها على الآلة تلاقي 10 جذر 2. يبقى يا مستر دلوقتي القطر في المربع بيساوي طول ضلع القاعدة، دي اسمها قاعدة. المربع ده أو المثلث أو أي شكل هيديه لي هو ده القاعدة، القاعدة بتاعت المربعة. يبقى طول ضلع القاعدة 10، يبقى أكون عارف على طول إن القطر هيطلع ب 10 جذر 2. طب 20 يبقى 20 جذر 2، 100 يبقى 100 جذر 2. أوكي؟ وأنا عارف يا مستر إن مركز الهندسي للمربع هيبقى إيه؟ نقطة تلاقي القطرين. يبقى لو دي 10 جذر 2 يبقى الحتة دي نصها 5 جذر 2، والحتة دي نصها 5 جذر 2. واضح يا شباب الكلام ده ولا إيه؟ في حد عنده مشكلة؟ واضح يا مستر. تمام. ندخل بقى على اول شكل عندنا، دي بعض الحاجات اللي هنحتاجها واحنا شغالين. عشان ايه؟ انا النهارده مش هكلمكم يعني كتير، يعني مش كفايه المعلومات اللي انتوا بتاخدوها دي عشان نعرف نحل بعد كده ان شاء الله على هرم القاوم. تمام. هنتكلم على هرم القاوم والهرم المنتظم النهارده باذن الله. قال لي ايه الهرم القائم ده يا شباب؟ قال لي يا مستر الهرم القائم ده ارتفاعه يسقط من الرأس إلى مركز القاعدة. يعني لو أنا عندي مثلا كده يا شباب، بص المربع يا شباب لما تيجي ترسموه، تمام، في ناس ممكن ترسمه مايل كده على شكل متوازي. طبعا يا شباب مايل ليه؟ أنا لما أجي شايفه يا شباب أنا بشوفه بمنظور إن هو موجود في الفراغ، تمام، فعادي ممكن أرسمه كده وممكن أرسمه مربع عادي براحتك. عايز ترسمه كده صح؟ ترسمه كده صح. الرسمة يا شباب لما أجي أرسمها خلي بالك هي رسمة واحدة ثابتة، فالرسم يا ريت الدرس دوت تسمعه كويس قوي عشان تعرف ترسم. رسمت الشكل يا شباب، طبعا في حد بيدي، في مدرسين بيدوا المثلث تحفظ شكل المثلث وخلاص، انا مش هديك تحفظ شكل المثلث، احنا نفهم الرسمه، نفهم الرسمه الموضوع يبقى سهل. يبقى الهرم دوت يا مستر انا عندي دلوقتي عندي مثلا كده شكل يا مستر، ايه شكل كده مثلا متوازي. اوكي انا عارف يا شباب المركز الهندسي هو نقطة تلاقي ايه؟ اه اقطاب. القطرين دول هو ده المركز، ده نقطة تلاقي اقطاب. تمام. قال لي يا مستر الهرم القائم ده هرم، هرم ارتفاعه يسقط من الرأس، من الرأس تمام الى المركز الهندسي، الى المركز الهندسي. بس ارتفاع يا شباب، ارتفاع يبقى ايه يا شباب؟ يبقى نازل ايه؟ قائم عمودي عمودي. ارتفاع عمودي ايه يا حبيبي؟ عمود على كل حاجه، عمود على ده، عمود على ده، عمود على ده، عمود على ده. ايه يا مستر؟ ايوه يا حبيبي، يا حبيبي ده احنا بنبص انا ابص من فوق دلوقتي، هبص من فوق، يبقى نازل عمودي، نازل عمودي على ايه يا مستر؟ على كل حاجه جوه، على كل حاجة، كل أي قطعة مستقيمة موجودة جوه المستوى ده هيبقى عمود عليه. دوت هيبقى اسمه إيه ده؟ اسمه ارتفاع الهرم، ده الارتفاع الرئيسي. هو في ارتفاع تاني غير ارتفاع؟ أه يا حبيبي، أه يا حبيبي، دول اسمهم إيه يا شباب؟ إحنا قلنا دول. الهرم الرباعي يا شباب، الهرم الرباعي في قاعدة أهو رباعية اسمه هرم رباعي عشان القاعدة بتاعته
على شكل رباعي. اوكي، في كام وجه يا شباب؟ كام وجه جانبي؟ 4 أوجه جانبية، كل قاعدة بترسم منها وجه. القاعدة دي أهو اللي هي باء جيم بترسم منها ألف باء جيم. القاعدة جيم دي بترسم منها ألف جيم دال. القاعدة جيم هاء بترسم منها ألف جيم هاء. القاعدة باء هاء بترسم منها ألف باء هاء. يبقى كل قاعدة، كل يا مستر ضلع من ضلوع تمام القاعدة بيترسم منها إيه يا مستر؟ بيترسم عليها وجه. بيترسم عليها وجه. الأوجه دي اسمها إيه؟ اسمها الأوجه الجانبية. الأوجه دي اسمها الأوجه الجانبية. يبقى أنا عندي كام وجه جانبي؟ 4 4 أوجه. ألف نون دوت اسمه إيه يا شباب؟ قلنا ارتفاع. ألف باء وألف جيم وألف هاء وألف دال دول اسمهم إيه؟ سؤال أحمر. ارتفاع برضو. لا لا لا، دي الأحرف. الأحرف إيه؟ الجانبية. دي اسمها إيه دي؟ باء جيم وجيم دال ودال هاء وهاء باء. دلال قاعدة القاعدة. ضلع القاعدة. تمام، ضلع من أضلاع القاعدة. ثانية واحدة بس يا شباب، ماشي؟ ايوه، السلام عليكم، معذرة. اوكي، يبقى انا عرفت يعني ايه ارتفاع، يعني ايه احرف. بص بقى يا شباب، بص بقى نشوف بقى هنشتغل ازاي بقى. انا عرفت يعني ايه هرم قائم، عرفت يعني ايه هرم قائم، بس هو ده اللي انا عايز اعرفه دلوقتي في التعريف. اوكي، يبقى الهرم القائم ده هرم يا مستر. هرم بيكون ارتفاعه، ارتفاعه بينزل ايه؟ بينزل من الرأس عمودي على ايه؟ على المركز الهندسي. المركز الهندسي اللي هو ايه؟ اللي هو مركز الشكل اللي عندي. مركز لو رباعي يبقى نقطة قطع قطري، لو مثلث المركز الهندسي في المثلث اللي هو ايه؟ نقطة تلاقي المتوسطات. نقطة تلاقي متوسطات. نقطة تلاقي متوسطات. اوكي يا شباب، تمام. تمام. ايه بقى موضوع الهرم المنتظم؟ يبقى الهرم القائم بس بيكون هيترسم عمود. الارتفاع بتاعه بينزل منين يا مستر؟ بينزل من الراس ليه؟ للمركز الهندسي. المركز الهندسي، تمام يا شباب؟ تمام. اوكي، والارتفاع دوت يا شباب لازم تحط في دماغك عمودي على اي مستقيم جوه المستوى. الارتفاع دوت المستقيم العمود بيكون عمودي على اي مستقيم جوه المستوى. وعشان انا اعرف دلوقتي المعلومة دي في منتهى الاهمية، ندخل بقى ونرسم. بصوا الهرم، اوريكم ازاي بنرسم الهرم. بس قبل ما نرسم الهرم، احنا اتكلمنا على الهرم القائم. ناخد بقى تعريف بعد كده الهرم المنتظم. الهرم المنتظم من ليه شرطين. اول شرط لازم هيبقى قائم. يعني ايه قائم يا شباب؟ يعني ارتفاعه ارتفاع ونازل هيسقط منين يا شباب؟ هيسقط من وسط
من الرأس إلى مركز الهندسي. يبقى أول حاجة الهرم المنتظم لازم هيبقى قائم، يعني كل هرم منتظم قائم، أه وليس العكس، وليس كل هرم قائم منتظم. يبقى كل هرم منتظم قائم، أه يا مستر. ليه؟ لأن الشرط الأساسي عشان يبقى الهرم منتظم لازم يبقى قائم. طب الشرط التاني يا مستر، تكون القاعدة منتظمة. يعني إيه؟ يعني لو القاعدة مثلث، تكون مثلث نوعه إيه؟ منتظم أو متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع. لو متساوي القاعدة الأضلاع، مربعة مربع. يبقى مربع. تمام، احنا هنتكلم في الشكلين دول بس النهارده. اوكي، نشوف بقى يا مستر الهرم المنتظم وخصائص الهرم المنتظم. بص يا شباب، لو انا هرسم هرم منتظم قاعدته مثلث متساوي الأضلاع. اوكي، بص يا شباب، لما اجي برسم خلي بالكم مش برسم مثلث كده وخلاص، مش كده، لا مش برسم مثلث كده، لا يا حبيبي. بص الرسم بيبقى عامل ازاي، ركزوا بقى في الرسم، لان انت لما تيجي ترسم ان شاء الله ترسم زي ما انا برسم، والرسمه هي واحده بس، هما رسمتين هتاخدهم. تمام، هما نفس الرسمتين هتشتغل عليهم عشان عن طريقهم هنحل بيهم المسائل بتاعت الهرم ان شاء الله. يعني برسم اول حاجه الضلع الاول في المثلث، برسمه افق. الضلع التاني باجي برسمه هنا اصغر من الضلع الاول بحاجه بسيطه. تمام، وبكمل الشكل. دي اللي انا رسمتها دي يا شباب في الاول، القاعده دي القاعده. اوكي يا مستر، مش المفروض الاضلاع كلها تبقى متساويه؟ يا حبيبي احنا بنبص المنظور، انا ببص ده في الفراغ، ده في الفراغ. انت يا حبيبي لما تيجي ترسم الاسطوانه، الاسطوانه لو معاك اسطوانه، هات اسطوانه كده اي حاجه على شكل اسطوانه، هتلاقي القاعده بتاعتها عباره عن ايه؟ أيوة. دايره. لما تيجي ترسم عارف بترسم دايره يا حبيبي ولا برسم كده؟ مش برسمها دايره ليه؟ عشان ابص من الفراغ، ببص من الجنب. تمام، مش ببص ان انا ايه، ان انا لازم اعملها دايره، مش هينفع تبقى دايره. اوكي، يبقى المثلث يا شباب متساوي الاضلاع، مش لازم اعمله متساوي الاضلاع، يعني الاضلاع كلها بتساوي بعض. طب اول معلومه عندي، انا عارف يا مستر ان الهرم المنتظم لازم يكون ايه؟ قائم. قائم. يعني ايه قائم يا مستر؟ يعني لو انا عندي دوت الف باء جيم، دي القاعده، ألف دال ده إيه يا شباب؟ متوسط. متوسط. النقطة دي يا شباب نقطة مثلا ميم. أوكي، النقطة ميم دي نقطة تلاقي إيه؟ متوسطاته، بتقسمه بنسبة إيه؟ واحد إلى واحد إلى اتنين من اتنين. القاعدة. حلو أوي. المفروض يا شباب إن المركز الهندسي هينزل إيه يا شباب؟ عمودي. عمودي. عمودي على إيه؟ على الهرم. سوري، الارتفاع بتاع الهرم هينزل عمودي، هينزل عمودي من رأس الهرم على ايه؟ على المركز الهندسي. مثلا اسمي دي، اسمي دي مثلا دي مين، وده سمعنا. اوكي حلو قوي، ده الارتفاع يا مستر بتاع الهرم، نزل عمودي سواء هنا او هنا كده. حلو قوي، ده اسمه عين، اسمه عين. ده اسمه ايه يا شباب؟ ميم ألف و ميم جيم و ميم باء. حرف حرف جانبي، اسمه ايه ده؟ حرف جانبي. اوكي، ميم جيم ده اسمه ايه؟ برضه حرف جانبي. تمام، ألف باء وألف جيم وباء جيم اسمهم ايه؟ أضلاع قاعدة. الله على القاعدة. طب ده بقى اسمه ايه بقى يا مستر؟ اللي جايب الاسود ده، ده يا شباب المثلث اللي عندي دوت اللي اسمه مين بقى؟ جيم. ده القطعة متوسط. المستقيمة. ثانية، متوسط. متوسط يا مستر دلوقتي. بص عشان برضو نعرف خواص، خواص قبل ما نرسم، قبل ما نرسم مين ده، انا دلوقتي الهرم المنتظم لازم يكون قائم. اوكي، القاعدة بتاعته مثلث متساوي الأضلاع، يعني قاعدة منتظمة. تمام يا مستر. اوكي، ليه خواص؟ ليه خواص؟ ايه هما الخواص بتاعته؟ ليه 3 خواص الهرم المنتظم؟
أولا الأحرف الجانبية كلها متساوية في الطول. تاني حاجة يا مستر، الارتفاعات ليه ارتفاعات جانبية برضو كلها متساوية في الطول. الأوجه الجانبية مفيش أوجه متساوية في الطول، بتكون متطابقة. يعني إيه متطابقة؟ يعني المثلث دوت يا مستر، المثلث دوت هيكون ده زي بالظبط زي بالظبط، التلات مثلثات متطابقين يعني زي التوأم زي بعض بالظبط، الأضلاع لها نفس الطول، الزوايا نفس الزوايا، كل حاجة تمام. يبقى الأضلاع أو يا مستر الأحرف الجانبية كلها بتكون متساوية، الارتفاعات كلها متساوية، الأوجه الجانبية كلها متطابقة. تمام، واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ تمام. بص يا شباب، لو جيت بقى من ميم لدال، ده اسمه ارتفاع جانبي. اسمه ايه؟ ارتفاع جانبي. عرفت منين ان هو ارتفاع يا مستر يا حبيبي؟ ما دي ميم باء وميم جيم، دي اسمها احرف جانبيه، وانا عارف ان الاحرف الجانبيه مالها متساويه في الطول، يعني دوت مثلث متساوي الساقين. والقطعه المستقيمه الخارجه من الراس لمنتصف الضلع المقابل ليها في المثلث متساوي الساقين بيعمل ايه؟ بيكون عمود على القاعدة. يعني ده عمودي؟ اه يا حبيبي عمودي. مش لازم، مش العمود هيبقى كده عندنا بقى. تمام، العمود مش هيبقى كده. تمام، ده عمودي يا مستر. اوكي، حلو قوي يا مستر، حلو قوي. دلوقتي يبقى انا عندي دلوقتي دوت اسمه ايه؟ دوت ميم دال، ده اسمه عين بس جانبي، اسمه ارتفاع جانبي، ارتفاع جانبي. تمام يا شباب، تمام. يبقى عرفت ارسم الرسمة؟ الرسمة يا شباب دوت الارتفاع الرئيسي، دوت يا مستر الأحرف الجانبية. طالما هرم منتظم قاعدته مثلث، أو هرم ثلاثي منتظم يبقى قاعدته مثلث متساوي الأضلاع. الهرم المنتظم جميع يا مستر الأحرف الجانبية بتاعته متساوية، الأحرف الجانبية بتاعته متساوية، ارتفاعاته برضه يا مستر متساوية، وأوجهه الجانبية عبارة عن مثلثات متساوية الساقين، والمثلثات دي مالها كلها متطابقة متطابقة. اوكي، واضح؟ واضح يا مستر. اي سؤال في الكلام ده؟ لا يا مستر، قبل ما ندخل يا شباب على حاجة تاني، في حاجة اسمها هرم ثلاثي منتظم منتظم الأوجه. منتظم الأوجه يعني إيه منتظم الأوجه؟ يعني كل أوجهه متطابقة بما فيها إيه يا شباب؟ قاعدة. القاعدة. يبقى كل أوجهه متطابقة، كل أحرفه متطابقة، كل الأحرف بتساوي بعض، كل الأوجه بتساوي بعض، وكلها منتظمة. يبقى أوجهه كلها منتظمة ومتطابقة كمان، ومتطابقة كمان. يعني ايه يا مستر؟ اهو الأحرف الجانبية تمام بتساوي أضلاع القاعدة، كلهم بيساووا بعض، كلهم بيساووا بعض. تمام يا مستر، كل أوجه يا مستر عبارة عن مضلعات منتظمة، أو مثلث يا مستر، أو مثلثات متطابقة، مثلثات متطابقة. أوكي، لو قال لي يا شباب في الشكل دوت مجموع، يجيب لي حاجة يقول لي مثلا مجموع أطوال أحرف الهرم الثلاثي منتظم الأوجه 36 سنتي، أفهم منها إيه دي يا شباب؟ إن كل حرف كام؟ هما في كام حرف؟ هنقسم الثلاثة في على إيه كام حرف؟ في 6. يبقى اقسم 36 على كام؟ على 6. يبقى طول الحرف اللي هو لام 6 سنتي. طب مجموع أطوال أحرف
الهرم الثلاثي منتظم الأوجه مثلا 42، يبقى كل حرف كام؟ مش المفروض يا مستر دي قواعد؟ إيه؟ مش المفروض اللي تحت التلاتة دول طول قاعدة؟ كله، ما هو الهرم الثلاثي منتظم الأوجه، جميع أوجهه بما فيهم القاعدة يا مستر متطابقين، كلهم زي بعض، يعني زي بعض، كل الأضلاع هي منتظمين، كل الأضلاع متساوية، طيب كل الأضلاع متساوية، الضلع ده بيساوي الضلع ده بيساوي ده بيساوي ده، كل الأضلاع متساوية، كل الأحرف متساوية، يعني الثلاث أحرف بيساوي الثلاث أضلاع، كلهم، مجموع الأحرف كلها ب 42، كل الأحرف ب 42، يبقى كل واحد بكام؟ 42 على 6 وبيساوي 7 سم. انت بتقول المفروض ايه بقى؟ بقول ان اللي تحت دول طول قاعدة، فمش ما انا ده مش احرف بس يساوي لا احرف. لا، ما انا بقول لك كله متساوي، كله متساوي، فهو قصده الاحرف اللي هي ايه؟ اللي هي كل مجموع اطوال احرفه كلها كلها، تمام؟ تمام، دول اسمهم أحرف جانبية، لو خصهم بالذكر يبقى يقول عليه حرف جانبي، لو خصه بالذكر يبقى اسمه حرف جانبي، أما لو قال أحرف كلها، كل أحرف يعني ضلع، معنى كلمة حرف يعني ضلع، تمام؟ إحنا مسمينه ده حرف جانبي، حرف جانبي، أما لو قال أحرف كلها يعني قصده كل الأضلاع اللي عندي، اوكي. تمام. نشوف المعلومة اللي هنقولها دلوقتي. بيقول لي أنا لو عندي دلوقتي الهرم الثلاثي منتظم الأوجه، في معلومة هناخدها دلوقتي. إيه يا مستر؟ أنا عندي مثلا لو ده أرسم بالأخضر دوت، دوت مثلا ادي الف، ادي باء، ادي جيم، ادي دال، اوكي؟ مثلا دوت متوسط يا شباب، النقطة دي نقطة الف مثلا هاء، ده المتوسط، والنقطة دي ميم، حلو قوي، تمام؟ ميم دي نقطة تلاقي متوسطات، يبقى لو عايز ارسم الارتفاع يبقى ايه الارتفاع بتاع الرئيسي؟ ده الميم مين ده؟ اوصل من الراس لايه؟ لنقطة التراكم المتوسطات، ده الارتفاع الرئيسي، حلو قوي، يبقى دوت اللي هو ميم دال ده وعين، ودوت دال الف اسمه ايه؟ حرف ده حرف جانبي، جانبي. ده لام، ممكن اسميه لام، ده لام، كل الاحرف في الهرم الثلاثي منتظم الاوجه مالها؟ تساوي متساويه، يعني متساوي. ده يعني ده لام برضو يا مستر، يعني ده لام، كل ده لام، كل اي حاجه اي حرف قبلك لام، حلو قوي. انا عارف ان الف هاء دوت ماله يا شباب، متوسط. وقلنا متوسط في مثلث متساوي الاضلاع، لان الف باء جيم ده مثلث ماله تساوي الأضلاع، يبقى متساوي هيساوي الاضلاع، يبقى الأضلاع المتوسط من دوت هيبقى القاعدة ايه؟ واحد إلى اتنين بينصف، من جهة القاعدة. هو كده كده المتوسط بينصف، اهم حاجه بيبقى عمود على القاعده، تمام؟ هيبقى عمود على القاعده، حلو قوي، عمود على القاعده، قلنا يبقى الف هاء دوت هيساوي ايه؟ كل الف هاء دوت يا مستر، او الف ميم، بس خلينا في الف ميم، انا عايز الف ميم دي، او نجيب الف هاء المتوسط، طول المتوسط كله، بعد كده اجيب الف ميم، حد يعرف يجيب الف هاء ده؟ هو بخطوة واحدة، نعرف ينفع نقول إن هو 30 60. أيوة، ما هو 30 60 بالفعل، مثلث أ ه ج ده 30 60، مثلث أ ه ج ده مثلث 30 60، يعني الزاوية دي 90، الزاوية 30، الزاوية 60، فالضلع المقابل للزاوية 60 قلنا بيساوي إيه؟ بيساوي جذر 3 على 2 من الوتر اللي هو لام، يعني جذر 3 على 2 في لام، أوكي؟ ألف ميم دوت قلنا بيساوي قد إيه من ألف هاء يا شباب؟ التلتين يعني إيه يا مستر؟ يعني اتنين
على 3 مضروبة في جذر 3 على 2 لام. الاتنين ده هتروح مع الاتنين دي، يبقى هيساوي كام؟ جذر 3 على 3 لام. أوكي، ده ألف ميم، ده حلو أوي. طب أنا عارف إن ده الميم دوت ارتفاع نازل عمود على إيه؟ على أي حاجة جوه المستوى، أي قطعة مستقيمة جوه المستوى ينزل على عمود، وده ارتفاع طبعا فنزل عمود. أوكي، طب يا مستر ألف ميم أنت لسه جايبها جذر 3 على 3 لام. طب يا مستر في علاقة كده بين عين واللام اللي عندي دي يا مستر؟ أه يا مستر. طب أنا أعرف أجيب عين تربيع؟ مش عين تربيع يا شباب في المثلث ده؟ أو هنا عين تربيع دي يا شباب هتساوي إيه؟ هتساوي الوتر تربيع ناقص جذر 3 على 3 لام الكل تربيع، صح؟ الضلع دوت الوتر تربيع ناقص الضلع ده تربيع، عشان دوت إيه؟ من الوتر، الضلع المقابل لزاوية 90 على المثلث ده. الارتفاع دوت بيساوي الوتر تربيع اللي هو لام تربيع ناقص الضلع ده تربيع، أوكي؟ تمام. تمام. عين تربيع تساوي كام؟ لام تربيع ناقص جذر 3 تربيع ب 3، و3 تربيع ب 9 مثلا، يعني هيساوي ايه؟ 3 ولام تربيع بلام تربيع 3 على 9 اللي هي توت. لما اطرح 1 لام تربيع ناقص توت لام تربيع يبقى 2 على 3، 1 ناقص توت ما لام تربيع هتنزل اهو، بطرح العدد مع العدد. يعني مثلا لو انا عندي 2 لام تربيع ناقص لام تربيع تقول لي كام؟ تقول لي لام تربيع واحده. ليه؟ طرحت 2 ناقص 1، طب هنا في 1 هنا ناقص تلت بنزل اللام تربيع اهو، تمام. 1 ناقص تلت هنا على 3 تلتين تلتين يا مستر، يبقى عين تربيع بيساوي 2 على 3 لام تربيع. طب انا عايز عين تربيع على لام تربيع يا مستر، عايز عين تربيع اهو، رحنا عين تربيع لام تربيع اهو، يبقى يساوي 2 على 3. لو عملتها مقص هتقول لي 3 عين تربيع بيساوي 2 لام تربيع. اوكي، مين الاكبر كده، عين تربيع ولا لام تربيع؟ بالعين هو في الشكل ده مين الاكبر؟ لام اللام اللي الاكبر، لان هو ايه؟ الوتر، الوتر، حرف الوتر، لان هو الوتر، ما هو طلع مقابل الزاويه ايه؟ طلع مقابل الزاويه 90 في المثلث ده، ان هو الوتر. يبقى يا مستر اللام هو الكبير، اللام هو الكبير. اوكي، يعني انا هكون حافظ العلاقه دي، اه العلاقه دي احفظها، 3 عين تربيع بيساوي 2 لام تربيع، اهو اهم العلاقه دي اهو، عين تربيع بيساوي 2 على 3 لام تربيع. مثلا عين بتساوي 2 على 3 من 10، من 10 يبقى مين اكبر؟ اكيد اللام، تمام. نص العشرة 5، 2 على 3 لان ده ضمن اصغر من 1. اما مثلا لو عين تربيع بتساوي 2 لام تربيع ضعفها، قدها مرتين، قدها، اما ده كسر اقل من الواحد، اقل من الواحد، فالعين هنا اقل من مين؟ اقل من اللام. يبقى العلاقه عندي 3 عين تربيع بيساوي 2 لام تربيع. قال لي بيجي لي في المسائل يا مستر بيقول لي عين الى لام تساوي كام؟ حد يعرف يجيب لي عين الى لام تساوي كام؟ اتنين على تلاتة جذر، أعتقد جذر اتنين على تلاتة. انا عندي يا مستر بالراحه، اوكي، عين تربيع الى لام تربيع، اقعد كسر التربيع للطرفين هنا، كسر التربيع للطرفين هنا، يبقى عين الى لام هتساوي جذر 2 زي ما قال الى جذر ايه؟ الى جذر 3. واحد ممكن يتلاقي في المسائل مش كده، مش جذر 2 الى جذر 3، طبعا الكبير اهو هو جذر 3 اللي هو اللام، والصغير اللي هو جذر 2. يعني لو قال لي عين الى لام في الاختيارات هيجيب لي ايه؟ الصغيره، الصغيره اللي هي ايه؟ اللي هي عين، والكبيره اللي هي لام، تمام. طب ممكن يجيبها بطريقه تانية، اه ممكن يجيبها بطريقه تانية، هي جذر 2 على جذر 3 هتلاقي بضرب، ما ينفعش جذر في المقام، هيديني جذر 6 الى 3، يبقى اقدر اكتبها يا مستر برضو جذر 6 الى 3. جذر 6 هي الصغيره لان الثلاثه هي دي جذر 9، الثلاثه دي جذر 9 فهي كبيره، فهي كبيره، يعني ينفع اكتبها جذر 6 الى 3 يا مستر. دي عين الصغير ودي لام الكبيرة، بس دي نسبة، دي نسبة بينهم وبين بعض، نسبة مش أطوال. بس دي في الكلام دوت فين يا شباب؟ في الهرم منتظم الثلاثي المنتظم الوجوه، مش منتظم بس وخلاص، يبقى في علاقة بين الارتفاع وطول الحرف.
اه يا مستر، سواء طول حرف جانبي او طول ضلع من اضلاع القاعده، لان هم ممكن بيساووا بعض في الهرم الثلاثي منتظم الوجوه. الرقم بتقول لي ايه؟ بتقول لي 3 عين تربيع بتساوي 2 لام تربيع، 3 عين تربيع بتساوي 2 لام تربيع، او عين الى لام جذر 2 الى جذر 3، او عين الى لام جذر 6 الى 8. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ لا يا مستر، ناخد مثال واحد وخلاص، مش ناخد حاجة تاني عشان الدنيا ما تلخبطش معانا، ما تبهوش. اه بص يا شباب، مثال على الهرم، ده هرم رباعي، ده هرم رباعي، عايزين نعمل حاجة على الهرم الثلاثي. ماشي، هرم ثلاثي. اوكي، بيقول لي ميم ألف باء جيم هرم ثلاثي منتظم. اوكي يا شباب، هرم ثلاثي منتظم. قلت برسم ازاي الهرم الثلاثي يا مستر؟ قلت يا مستر بترسم، دي قاعدة المثلث. أوكي، وتيجي الضلع التاني ترسمه أصغر منها شوية كده، ترسم الضلع التالت. أوكي، وبعد كده ترسم يا شباب اسمه ميم ألف باء جيم، يبقى أنا أدي ألف، أدي باء، أدي جيم. وبعد كده برسم يا مستر المتوسط، متوسط اللي هو إيه المتوسط ده، وتسميه مثلا ألف دال. النقطة دي يا شباب ميم ميم مثلا، أو ميم اللي هي فوق دي اللي هي الراس، لان هو قال لي ميم الف باء جيم. اوكي، يبقى انزل هنا، تمام. ده اللي هو ايه العمودي، تمام، وعارف ان الحته دي الصغيره والحته دي الكبيره، تمام يا مستر. اوكي، اقدر ارسم ايه بعد كده يا مستر؟ اقدر ارسم دوت اسمه حرف. اوكي، ودوت اسمه يا مستر حرفتين اهو، تمام، حلو قوي. ودوت اسمه ايه يا شباب؟ ميم دلتا، ارتفاع جانبي ارتفاع، ارتفاع جانبي. ودوت يا مستر ميم نون، دوت ارتفاع ايه؟ رئيسي اللي هو الأساسي. ارتفاع رئيسي. واقدر ارسم ميم ايه؟ واقدر ارسم ميم الف برضه، لو مش الارتفاع ده ميم الف، ده الحرف يا مستر، طول الحرف. دوت اللي هو ايه هنا؟ ده الارتفاع الرئيسي، وده طول الحرف يا سيد ميلان. اه بص، المقتضيات سهله جدا. ميم الف باء جيم هرم ثلاثي منتظم، قاعدته عارف ثلاثي منتظم، يعني القاعده مالها مثلث متساوي الاضلاع، طول ضلع قاعدته 6، يبقى دال دي في النص، يبقى الحته دي كام وكام؟ 3 و3 حلو قوي. الضلع دوت بكام؟6 اللي هو ب 6. الوسط. الف دال، ده الف دال ده اللي هو المتوسط، المتوسط هيبقى طوله كام؟ جذر 3 على 2 في 6. جذر 3 على 2، لانه مقابل الزاويه 60 دي، تمام. جذر 3، واحد يقول لي يا مستر طب لو ده قائم اهو، واحد يقول لي لو جبتها في صورت براحتك، بس هي خطوه واحده. الضلع المقابل للزاويه 60 جذر 3 على 2 من الوتر اللي هو 6، هيطلع ب 3 جذر 3. ال 3 جذر 3 اتقسمت بنسبه 1 الى 2، واحده هتتضرب فيها تلت والتانيه هتتضرب في 2 على 3، نون دال هتتضرب في تلت، ونون الف اللي ناحيه الرأس تلتين، لما هتتضرب في تلت، تلت في 3 على جذر 3 تطلع بجذر 3، يبقى الحته دي بجذر 3، والحته دي بكام؟ ب 2 جذر 3. اوكي، تمام. تمام، دي من معلومه واحده. ارتفاعه لما يقول لك ارتفاعه، ده يقصد بيه الارتفاع الرئيسي اللي هو عين، ده عين بكام؟ 4 ب 4. ب 4، خلاص يا مستر خلصت المسألة. هو عايز ايه؟ عايز الارتفاع الجانبي اللي هو ايه؟ ميم ده اللي ميم متوسط. دال اهو. انا عندي مثلث اهو يا حبيبي، مش ارسم مثلث مائل والحوارات الفاضية دي، ما ده قائم خلاص بقى. مثلث اسمه ميم نون دال، ميم نون دوت اللي هو الارتفاع الرئيسي كام؟ ب 4. نون أربعة دال دوت ده ايه يا مستر؟ دوت بكام؟ بجذر 3. اعرف اجيب دوت ولا لا؟ في صفر، خلاص خلصت المساله. الجذر التربيعي 4 تربيع ب 16 زائد جذر 3 تربيع ب 3، يبقى يساوي كام؟ جذر 19. خلصت المساله، واضح؟ واضح يا مستر. اعرف اجيب طول حرفه، حرفه اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو لام، ده مثلث قائم يا حبيبي اهو،
ده قائمة، ده الارتفاع، ده الارتفاع، بستخدم المثلث اللي اسمه ميم نون ألف، ده الارتفاع اللي هو بأربعة. الحتة دي اللي أنا جبتها بكام؟ اتنين جذر باتنين تلاتة. جذر تلاتة. الارتفاع لام ده أعرف أجيب، يا مستر الجذر التربيعي 4 تربيع زائد 2 جذر 3 تربيع، تحت الجذر واجيب القيمه بتاعت ليه. واحد تاني يا مستر كان يقول لي يا مستر انا اعرف اجيب لم في المثلث ده يا مستر، المثلث ده ده ما انا عندي الارتفاع الجانبي اللي لسه جايبه يا مستر، حاجات ممكن تكون جبته غلط. الارتفاع الجانبي كام بجذر 19؟ ده اللي اسمه المثلث ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ميم د ج، مش ده عمود يا حبيبي، عمود اهو، عمود ده قائم. اوكي يا مستر، دوت عمود اهو، ودوت ايه يا مستر؟ ب 3 سم، يبقى دوت يساوي كام؟ الجذر التربيعي لجذر 19 تربيع زائد 3 تربيع. اي طريقه هتجيب لك كل حاجه، اهم حاجه ترسم الرسمه صح، الموضوع سهل وبسيط جدا. قول يا اروى سالف ايه؟ لا خلاص اتلخبطت ما بين الارتفاع الجانبي والحد. تمام، شايف حد عنده أي سؤال؟ لا تمام. مثال تاني على الهرم يا شباب، في تقريبا مثال تاني؟ مفيش أمثلة، طب نشوف هنا أي مثال كده، عشان مش هشرح الهرم الرباعي دلوقتي، هشرحه المرة الجاية إن شاء الله. في 5 سنين طب واحد هرم ثلاثي ازاي؟ ماشي يا شباب، مثال تاني اهو، بيجي يقول لي مثلا لو انا عندي هرم ثلاثي منتظم، هرم ثلاثي منتظم قاعدته برضو س ض ع، اوكي طول ضلع قاعدته بيساوي 12 سنتي، أوكي، وارتفاعه الجانبي، أو بلاش ارتفاعه الجانبي، نستخدم إيه؟ طول حرفه، طول حرفه نقول طول حرفه مثلا كام؟ نطول كل ضلع قاعدة 12 عشان ما نجيبش أرقام فيها حوارات. ماشي، طول حرفه مثلا 8 سنتي، مبلاش 8 دي، خليها 15. أوكي، أنا عندي شباب هنا دوت هرم ثلاثي منتظم، يبقى أرسم الهرم الثلاثي المنتظم. أهم حاجة الرسم، رسمت صح خلصت المسألة. اوكي، ده طبعا اول حاجة هرسمها المتوسط، دوت س ص ع، دوت مثلا س ن متوسط. اوكي، يبقى انا عندي هنا دلوقتي نقطة تراكم متوسطات هنا، وعندي هنا اجي من هنا من الراس المركز الهندسي، هنزل ايه؟
انزل عمود يا مستر، وطلع حرفين، طلع حرف الجانبين، انا بقى ده اسمه ايه دوت؟ اذا رسمته ميم نون ده ارتفاع جانبي. ارتفاع جانبي، ودوت ده يخليها سين دال، ودي نون دي، دوت الارتفاع الجانبي، ودوت ارتفاع ايه؟ ارتفاع الهرم. هو مديني ايه يا مستر؟ مديني طول ضلع القاعدة ب 12. خلاص ال 12 ده الضلع المقابل للزاوية كام؟ الضلع المقابل للزاوية 60، بيساوي جذر 3 على 2 في الوتر، يبقى 12 في جذر 3 على 2 هيساوي كام؟ 6 جذر 3. الستة جذر 3 اتقسمت لجزئين، الجزء ده هو تلت، تلت يعني 6 جذر 3 في تلت، الجزء الصغير دوت اللي هو كام؟ 2 جذر 3، والجزء دوت بكام؟ تلت، تلتين، يبقى 4 جذر 3. اداني ايه؟ طول ضلعه، واداني الحرف المرة دي، الحرف طول حرفه الجانبي كام؟ 15. اعرف اجيب من النون؟ اه يا مستر اعرف اجيب من النون، اجيبه بايه؟ في المثلث ده يا حبيبي، اه المثلث ده، ارسم المثلث بره، ارسم المثلث بره عشان ما اتلخبطش، المثلث القائم اللي قصاده، تمام؟ يبقى ده الارتفاع الرئيسي اللي انا هجيبه دلوقتي، ادي ميم، ادي نون، ادي سين، الضلع دوت ب 15، الضلع دوت ب 4 جذر 3، اعرف اجيب دوت بفيثاغورس، ده ضلع صغير، يبقى الجذر التربيعي 15 تربيع اللي هي 225 ناقص 4 جذر 3 تربيع، 4 تربيع ب 16، وجذر 3 ب 3 يعني 48، واجيبها بالآلة بس، ده تطلع بكام بالآلة؟ جذر 177. تمام، جذر 177. عايز اجيب بقى ميم دال، ميم دال ده اللي هو الارتفاع ايه؟ جانبي. الجانبي، بقى اشتغل في المثلث ده اللي هو ميم نون دال، ده مثلث قائم، ده القائم ده، ده القائم ده، الارتفاع الرئيسي ده نازل قائم. اوكي اوكي يا مستر، خلاص عندك الضلع ده وعندك الضلع ده، لما تعرف تجيب الضلع ده، اه يا مستر دوت وتر، يبقى الجذر التربيعي ده تربيع زائد ده تربيع، ده تربيع زائد ده تربيع، تمام. واحد تاني كان يقول لي يا مستر طب ما انا عندي الحرف الجانبي اللي هو 15، وعندي دوت ب 12، دوت ب 12 ده نصه كام؟ 6، يبقى اعرف اجيب ده يا مستر، اه ما ده مثلث قائم، يبقى 15 تربيع ناقص 6 تربيع هيطلع لك الارتفاع ايه؟ الارتفاع الجانبي. هشتغل على المثلث ده اوكي، هشتغل على المثلث التاني ده اوكي، براحتك، اي مثلث كل الطرق هتأدي للناتج، واضح؟ تمام يا مستر. تمام، اي سؤال؟ لا يا مستر، القصة الجاية إن شاء الله هناخد الهرم إيه؟ ناخد الهرم المنتظم الرباعي، تمام؟ الله يتوفيك، السلام عليكم. السلام. مع السلامة يا مستر.